بالنسبه لمباراتنا اكيد الكل بيعرف انه المنتخب الاردني هو موجود في نهائيات اسيا، وبالتالي مباراه فيتنام المفروض انه نلعبها لها من ضمن التصفيات، ولكن احنا لعبنا مباراه مع الكويت ومعتبرين مباراه فيتنام اهميه كبيره بالنسبه للمباراه، خاصه انه احنا معتبرينها من مراحل احدى مراحل استعداد لنهائيات اسيا، وبالتالي كمان مهمنا بانه المباراه يخرج فيها الفريق بشكل ممتاز، لانه نتيجه ايجابيه حتى امورنا تمشي بتصاعد، لانه بصراحه احنا شايفين انه الفريق راح يصير افضل، ولكن عمال يمشي من مباراه لمباراه بشكل كويس. بالنسبه لمنتخب فيتنام اكيد الكل بيعرف انه منتخب فيتنام بتكون من شقين، اللي هو شق المنتخب الاولمبي الفيتنامي اللي وصل لمباراه نهائيه في نهائيات اسيا تحت سن 23، وجزء منه من الفريق السابق لمنتخب فيتنام، ومنتخب بصراحه مش سهل لمتابعتنا له، انه منتخب ممكن يحدث مفاجات في اي وقت، فان شاء الله الامور بتكون بالشكل المطلوب، تصير معنا بالشكل المطلوب في المباراه حتى نقدر نأدي بشكل ايجابي ونصر على النتيجه الايجابيه. مباراة غد إن شاء الله مع لبنان هي من تصفية آسيا زي ما حكيت قبل، لأن متأهلين، لكن هي مباراة مهمة للدورين، إن شاء الله تكون مباراة تثبيت صدارة، ثاني إن شاء الله يكون مستوى تصنيف. الحمد لله لعبنا مباراة مع منتخب الكويت، لعبنا شفتوا فريق منتخبنا كثير متطور إن شاء الله، إن شاء الله يعني تكون مرحلة تأهلات لنهائيات آسيا، هي إحدى المراحل لنهائيات آسيا إن شاء الله. هذا الموضوع الفوز ايش مفروغ منه، لانه احنا في كل المباريات حتى مبارياتنا اللي لعبناها مع فنلندا ومع الدنمارك ومباراتنا مع الكويت وحتى المباراه القادمه والسابقه دائما مطلوب منها الجزء الاساسي واللي هو الفوز، ولكن احنا بنحضر حالنا بشكل كبير وبشكل المطلوب، ولكن كره القدم بالملعب وهي فيها ثلاث احتمالات، ولكن احنا دائما بنطالب الاحتمال الاول واللي هو احتمال الفوز، بنعمل عليه، فبالتالي احنا ان شاء الله بنكون محضرين بشكل جيد انه نظهر حتى باحسن مباراه الكويت ونقدر نأدي المباراه بشكل مطلوب ونفوز بالنتيجه المطلوبه. بالدرجه الاولى يمكن انت بتحكي بالتشكيله انها بتختلف من مره لمره، يعني انا بعتقد انه 80% من التشكيله اللي كانت في اول مباراه معي انا مع كمبوديا متواجده الان، ولكن طالما اللاعبين يشاركوا في بطولات محلية وآسيوية، طالما إنه هناك لازم يصير تغييرات، لأنه أكيد لازم يجي الأفضل، لازم يجي اللي شايفين إنه إحنا خدم ناديه وكان ظهر بمظهر كويس حتى يجي للمنتخب ويفيد المنتخب الوطني، ولكن أنا بأكد لك إنه 80% من التشكيلة ثابتة. هلا المنتخب الحقيقي والمنتخب اللي راح يكون يشارك في نهائيات آسيا هو المنتخب اللي راح يكون بشهر 11، اللي هو راح يستمر من شهر 11 ل 12 وبالتالي يدخل نهائيات اسيا، وهذا بيكون يمكن حتى نزيد العدد شوي، لانه احنا عم نتعرض لمواقف اليوم احنا عندنا 4 إلى 5 اصابات متواجده بالفريق، ممكن جزء منهم يشارك بكره او ممكن ما يشارك، وبالتالي لازم نكون جاهزين لكل الظروف. بالنسبه لسؤالك عن الجماهير، اكيد الجمهور عاطفي وبحب منتخبه، ولكن كمان بتهمه النتائج، احنا معولين على الفتره القادمه بانه المنتخب يظهر بمظهر لائق، زائد انه يستقطب الجماهير اللي بتحبه واللي عتبان عليه، اكيد غيابه هو نوع من العتب على المنتخب الوطني، بانه يمكن صار تصنيفه متاخر، صار خسائره كثيره بالفترات الماضيه، ولكن هاي ان شاء الله بنعمل على انه اعاده الجمهور، برضه يعني نطلب من الجمهور بانه كمان يكون في عنده صبر وانه يآزر منتخبه حتى هو يكون عامل رئيسي في فوز المنتخب. بالنسبه لنا احنا كجهاز، ولو اني انا ما كنت حابة اجاوب على هذا الحكي، لانه لما بيكون في شيء بالجهاز المنتخب الوطني ما بصدر غير منا احنا. فاي امور جانبيه ثانيه لا نهتم، ما بنهتم إلها ولا بننظر إليها، لأنها مش صادرة منا إحنا، وبالتالي إحنا جهازنا مستقر، وضعنا ممتاز الحمد لله رب العالمين، إحنا بنشتغل كجهاز واحد،
كليد وحدة، وبالتالي همنا الوحيد بأنه نحط المنتخب يكون بليق بسمعة الكرة الأوروبية. احنا بالنسبة لنا احنا 18-27 وهي أيام الفيفا اللي لازم نلعب فيها، حتى عندنا مسارين، كان مسار بأنه نحسن تصنيفنا في مباراتنا مع الكويت، ونحسن تصنيفنا إن شاء الله مباراتنا مع فيتنام، وهذا جزء مهم. احنا بعد 27-3 احنا لا نملك اي خيار بانه ايقاف الدوري او ايقاف البطولات. احنا مجرد الثمان ايام هذول اخذناهم اقل ما يمكن بانه نحضر فريق لمباراه فيتنام او مباراه الكويت. ثمان ايام ما اظنش انه اسبوع كثير على المنتخب الوطني متوقف من شهر واحد.